الأطفال ذوي العيون السوداء، وباللغة الإنجليزية Black Eyed Kids. هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاماً. شكلهم طبيعي تماماً باستثناء لون عيونهم السوداء بالكامل، والتي تجعلهم يبدون كأنهم من عالم آخر. فالقزحية عندهم شديدة السواد وبشكل مرعب، وليس هنالك أي أثر تماماً للون الأبيض فيها مقارنة بالبشر العاديين. جلودهم شاحبة مائلة للون الأزرق مثل الجثث. يظهرون عادة بملابس قديمة، يتكلمون بلهجة ناضجة نسبة إلى أعمارهم، وأحيانا بصوت شخص كبير. لديهم قدرة غير طبيعية على تنويم الناس مغناطيسيا للامتثال لطلباتهم. معظم من يقابلهم يفرون من أماكنهم أو يرفضون دخولهم لمنازلهم هربا من تلك العيون الشيطانية. بدأت أسطورة الأطفال ذوي العيون السوداء في العام 1996، وأول من كتب عنهم مراسل تكساس براين بيفل، الذي التقى بهم صدفة في مدينة أبلين في ولاية تكساس الأمريكية، حيث روى إنه كان في سيارته ليلا وكانت المنطقة منخفضة الإضاءة، حين سمع صوت قرع على نافذة سيارته من قبل طفلين كانوا منزلين رؤوسهم ومظهرهم كان شديد الغرابة. تكلم الطفل الأكبر وقال إنهما كانا ذاهبين للسينما لكنهما نسيا نقودهما، وطلب منه أن يقوم بتوصيلهما للمنزل لكي يحصلا على النقود من أمهم، وقد وافق براين على ذلك بالرغم من ارتيابه الشديد منهما. وعندما هم بفتح باب السيارة نظر إلى وجه الولد الأكبر ليكتشف أن عيون هذين الولدين سوداء كالفحم تماما وتلمع عندما ينعكس الضوء عليها. غير براين رأيه سريعا وأغلق الباب، فقام أكبر الولدين بالقرع على النافذة بإصرار وهو يكرر افتح لن نؤذيك، يجب أن تفتح لنا الباب. بينما تسمر الولد الأصغر في مكانه بلا كلام وبلا حراك، تحرك براين بالسيارة سريعا، وعندما نظر في المرآة وجد إن الولدان قد اختفيا تماما. وفي العام 2014 وخلال أسبوع واحد نشرت صحيفة الديلي ستار البريطانية 3 قصص مثيرة في صفحاتها الأولى حول مشاهد لأطفال ذوي عيون سوداء في بريطانيا. وفي أحد القصص إنه تم القبض على طفلين منهم حاولوا دخول فندق بالقوة، فطلبت الاستعلامات الشرطة التي ألقت القبض عليهم، وقد تم فحص الطفلين من قبل الطبيب الشرعي الذي أكد أن عيون الطفلين طبيعية وليست عدسات، وقد هرب الطفلين من الشرطة. وكانت هناك شهادة أخرى من سيدة دخلت محطة وقود لتعبئة سيارتها وتركت ابنها الصغير في السيارة، وفوجئت بوجود صبيين يجلسان بجانب ابنها الذي دعاهما للعب معه، فأخرجته سريعا من السيارة واستنجدت بعمال المحطة، لكن الأطفال اختفوا فجأة. وبعدها أصيب ابنها بمرض غريب لم يجد له الأطباء تفسيرا. وشهادة أخرى لحارس أمن استقل الحافلة عائدا من عمله الساعة 1 ليلا، وكان بالحافلة 4 أشخاص، هو والسائق وصبي وفتاة، يجلسان في المقعد المجاور له وينظرون طوال الوقت إلى النافذة. وفجأة التفت الصبي تجاه الحارس فأصيب بالفزع، وأكد الحارس إن عيناي الصبي كانتا مظلمتين تماما. ونشر أحد الأشخاص مقطع فيديو صورته طائرة للتحكم عن بعد لمنطقة كثيفة الأشجار بكينك تشيس البريطانية، يعرض فيها عدة مشاهدات للأطفال
سود العينين. وأخذ صائدو الأشباح هذه المشاهد على محمل الجد، ويعتقد البعض منهم أن الأطفال ذوي العيون السوداء هم كائنات فضائية أو أشباح. وفي العام 2015 تم إنتاج فيلم عنهم بعنوان Black Eyed Children Let Me In، ولم تتوقف القصص والمزاعم المختلفة والملفقة عن هذه الكائنات الخارقة على الرغم من التأكيد على كونها مجرد أسطورة. تابعوني على قناتي، معكم في التقديم مع التحيات أنا سهير منير.